الصلاة هي وصية رسول الله وهو على فراش الموت. قال النبي لأصحابه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والذي يحافظ على الصلوات في أوقاتها عندنا في الصعيد هنا، الذي يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها يسمونه شيخ ومتدين. يا أخي، هذا فرض الله على كل مسلم. لا يوجد في الإسلام ما يعرف برجال الدين. يعني حينما يقول واحد أو شخص لي: أنتم رجال الدين، هذا خطأ. لا يوجد في الإسلام رجال دين. كلمة رجال دين في الإسلام لا تجوز. نحن كلنا رجال دين، كلنا رجال دين. فالذي يصلي الصلوات الخمس ليس شيخا. يعني أي شيخ على كده يسيب اللحية يبقى شيخ؟ عندنا كمسلمين أو كمصريين أي واحد سايب لحيته شيخ؟ وهذا خطأ. وبالمناسبة، كلمة شيخ هذه لها أنواع كثيرة. هناك شيخ شيخه الزمان ألا وهو كبير السن، وهناك شيخ شيخه السلطان شيخ البلد كالشيخ عمر، وهناك شيخ شيخه الرحمن ألا وهو حافظ القرآن، وهناك شيخ شيخه الشيطان ألا وهو الدجال الساحر اللي بيكتب كتب. مش بيقولوا يا شيخ، هذا شيخه الشيطان. وهناك شيخ شيخه الإعلام. فالذي يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ليس شيخا ولا متدينا، إنما هو يؤدي فرض الله الذي فرضه الله عليه. والصلاة هي عنوان الفلاح وطريق النجاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أيها المسلمون، خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يقول أحد التجار الناجحين: والله في حياتي ما فاتني فرض صلاة، ولا أدخلت في بيتي قرشا من حرام. فبالله عليكم ربوا أولادكم. الولد الصالح قرة عين. لما يكون عندك ولد فاشل والله هيتعبك. والله لو ما ربيت ولدك هو وصغير ليربيك هو كبير. والله لو ما ربيت ولدك هو وصغير ليربيك هو وكبير. فربوا أولادكم وحذروهم من المحرمات، من المخدرات، من الشبو. مادة إذا دخلت في جسم الإنسان لا يستطيع التخلص منها بسهولة. والمخدرات بجميع أنواعها تأخذ حكم الخمر. وقد لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. وأنصحكم يا عباد الله، حينما يأتيكم عريس جديد اسألوا عنه جيدا. حينما يأتيك عريس لابنتك اسأل عنه جيدا. دعك من الأموال والدرجات العلمية والاجتماعية، هناك مفاجآت تخرج في الطريق.
تكتشف الزوجة في شهر العسل أن فارس أحلامها يشرب الخمور ويتعاطى الحشيش والمخدرات، فيضيع الأمل وينتهي الحلم. المخدرات دمرت البيوت، بيوت تشتكي، والد يشكي وأم تبكي، بيوت على كف عفريت. كلمتي هذه ليست للمدمنين فقط، بل هي للجميع، خاصة من المراهقين من الشباب في المرحلة الجامعية والثانوية. شبابنا حالياً ربيناهم على الغش، يعني سماعات الغش، بالله عليك سماعات الغش في المرحلة الثانوية. ما تفسده الثانويات سوف يصلحه دكاترة الجامعات. تفرحش جاوب ولدك في ثالثة ثانوي طلع الأول، ما تفرحش، والله هيتعب في الجامعة، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. فيا شباب احذروا من المخدرات. وأخيرا، أضرار المخدرات كثيرة: تفكك أسري، تشريد أطفال، ضياع للمستقبل، طرد من الوظيفة والعمل، اختلال في العقل، انفعالات عصبية، اضطرابات نفسية، توتر وتشنج وهلوسة، اكتئاب وبكاء ونكد مستمر، قتل واغتصاب، خاتمة سيئة، فضيحة في الدنيا، عذاب في الآخرة. والمدمن إلى إذا لم يجد مالاً ربما فرط في عرضه وشرفه. أيها المدمن، احذر من عاقبة المخدرات. عاقبة المخدرات إما تخسر أموالك والمال عصب الحياة، وإما مصيرك إلى المصحات والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، وإما تحطم أسرتك وتخسر أموالك وتحمل أوزار من تبعك إلى يوم القيامة.